مجمع الأندلس التعليمي، تعلم عصري ملهم بهوية وطنية وقيم إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، وبعد. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثامن، أهلا ومرحبا بكم في دروسنا المصورة لقسم العلوم الاجتماعية، ونبدأ مع وحدتنا الأولى وهي بعنوان كوكب الأرض. وتنقسم الوحدة الأولى إلى درسين، الدرس الأول يتحدث عن تركيب باطن الأرض وهو موضوع درسنا اليوم، والدرس الثاني يتحدث عن أغلفة الأرض. ونبدأ مع الدرس الأول. بداية التمهيد، أرجو أن تعيرني انتباهك في هذا الفيديو حتى تستطيع أن تستنبط عناصر الدرس. أجزاء الأرض: تتشكل الكرة الأرضية من ثلاثة أجزاء، هي أولاً القشرة وهي الغلاف الخارجي للأرض، وتتكون من صخور وأتربة ومياه، ويعيش عليها الإنسان والحيوان والنبات. ثانياً الستار، ويقع أسفل القشرة ويتكون من صخور صلبة. ثالثاً النواة، تتكون النواة من معادن مثل الحديد والنيكل، وتقسم إلى قسمين: أولاً النواة الداخلية التي تقع في باطن الأرض، وتكون المعادن المكونة لها منصهرة بفعل الحرارة العالية. ثانياً النواة الداخلية، تقع في مركز الأرض، وتكون المعادن المكونة لها شديدة الصلابة بسبب الضغط الشديد عليها. الأرض هو كوكب الحياة، فلنحافظ عليه من التلوث. أن تكون استنتجت عنوان الدرس وهو يتحدث عن باطن الأرض، ورأيت كيف شرح في الفيديو ما هي طبقات الأرض. لذا تكون أهدافنا في هذا الدرس عنه: أولا أن يعدد الطالب مصادر المعلومات عن تركيب باطن الأرض، والهدف الثاني وهو أن يقارن الطالب بين طبقات كل من السيال والسيمة من حيث خصائص الصخور والكثافة. الهدف الأول: لقد خلق الله هذا الكون وأمرنا بالتدبر والتفكر فيه حتى يتسنى لنا اكتشاف قدرته وإعجازه العظيم وبديع صنعه. أمرنا الله بالتفكر، فهيا نتدبر ونلاحظ مما يتكون باطن الأرض من خلال الصورة التالية، ثم دون ملاحظاتك. هذه الصورة التي أمامك تشرح طبقات باطن الأرض. لاحظ عزيزي الطالب هذه الطبقات، أوقف الفيديو ثم تفكر في هذه الطبقات، ثم تساءل عن هذه الأسئلة التي أمامك. يظهر الشكل طبقات الأرض الرئيسية، كم عددها؟ عددها ثلاثة: طبقة القشرة وطبقة الوشاح والنواة، كما سندرس إن شاء الله. أي الطبقات أقل سمكا؟ كما لاحظت أن الطبقة الخارجية وهو طبقة القشرة هي أقل الطبقات سمكا. ثم السؤال الثالث: أطرح تساؤلات أخرى تثار في ذهنك من خلال ملاحظة الصورة. من ملاحظة الصورة نلاحظ أن كل طبقة من الطبقات لها شكل مختلف، وهذا الشكل يدل على حرارة الطبقة، لذا يكون السؤال: أي الطبقات أكثر حرارة؟ نحن نعلم أن العلماء استطاعوا أن تكون لديهم معلومات عن الفضاء الخارجي لأنهم قاموا برحلات إلى الفضاء الخارجي فكانت لديهم معلومات، لكن كيف استطاع العلماء أن تكون لديهم معلومات عن باطن الأرض؟ هل سافر العلماء إلى باطن الأرض؟ بالطبع لا. أم كيف استطاع العلماء أن يثبتوا على الطبقات باطن الأرض، وتحدثوا عن خصائص كل طبقة من هذه الطبقات وسمك كل طبقة؟ ركز في الصور التالية واكتشف بنفسك ما هي هذه المصادر. الصورة الأولى،
صورة مباني تتحرك نتيجة اهتزاز في باطن الأرض. الصورة الثانية توضح داخل المبنى كيف يكون الاهتزاز. الصورة الثالثة وهي شكل دخان يخرج من باطن الأرض من قبل أن تخرج النار من باطن الأرض. الصورة الثالثة وهي طبقات باطن الأرض وهي تتحرك. هنا نكون قد اكتشفنا الهدف الأول أو المصدر الأول هو البراكين. ما يخرج من باطن الأرض أثناء البركان يختلف في خصائصه حسب الطبقة التي يخرج منها. كيف ذلك؟ نلاحظ ذلك من خلال الصورة التي أمامك. هنا يخرج الحمم البركانية إلى سطح الأرض. تخرج الحمم البركانية. الحمم البركانية لا تخرج من طبقة واحدة وإنما تخرج من عدة طبقات. العلماء يأتوا إلى هذه الحمم البركانية ويقوموا بدراستها ليخرجوا منها بخصائص كل طبقة من طبقات الأرض. إذن العلماء استطاعوا دراسة خصائص طبقات باطن الأرض من خلال البركان. الأمر الثاني وهو الزلزال. أنت لاحظت طبقات باطن الأرض وهي تتحرك. الزلزال عندما يحدث يسبب موجة، وهذه الموجة إذا وصلت إلى طبقة من طبقات الأرض تنعكس، وهذا الانعكاس يدل على عدد طبقات باطن الأرض. كيف ذلك؟ نلاحظ من الشكل التالي. هنا الموجة بدأت، إذا بدأت الموجة تنعكس وهكذا. نلاحظ الانعكاس، هنا بدأت الموجة فتنعكس، بدأت فتنعكس وهكذا. إذا بدأت الموجة فإنها تنعكس دائما. من خلال هذا الانعكاس نستطيع أن نعرف ما هي عدد طبقات باطن الأرض. لذا يكون مصادر المعلومات عن تركيب باطن الأرض أنت تجيب على هذا السؤال. أكمل الشكل التالي. مصادر المعلومات عن تركيب باطن الأرض هي الزلازل والبراكين. نأتي إلى الهدف الثاني وهو أن يقارن الطالب بين طبقات كل من السيال والسيمة من حيث الخصائص للصخور وكثافتها. نلاحظ الشكل الذي أمامنا وهو يدل على طبقات باطن الأرض. الطبقة الأولى وهي القشرة، القشرة المحيطية والقشرة القارية، أسماؤها القشرة القارية والقشرة المحيطية، ثم النواة الداخلية والخارجية، ثم الوشاح العلوي والسفلي. هذه ثلاث طبقات الرئيسية. أي الطبقات أكثر سمكاً؟ نلاحظ أن طبقة الوشاح تأخذ أكثر سمك، الوشاح العلوي والسفلي، فتكون طبقة الوشاح هي أكثر سمكاً. توقع ما أكثر طبقات باطن الأرض حرارة؟ ما هي أكثر الطبقات؟ تتوقع؟ أكثر طبقات باطن الأرض حرارة هي النواة الداخلية. من خلال الشكل الذي سبق نستطيع أن نستنبط أن طبقات باطن الأرض هي ثلاث طبقات رئيسية، القشرة الأرضية والوشاح والنواة. القشرة الأرضية تتكون من طبقتين فرعيتين، طبقة قارية ومحيطية. أما الوشاح فتكون من الوشاح العلوي والوشاح السفلي. أما النواة فهي نواة خارجية ونواة داخلية. الآن ننتقل إلى موقع جوجل إيرث لمشاهدة صور حية للقشرة الأرضية، وهو موضوع عنوان درسنا اليوم، وكيف أنه تكون هناك قشرة أرضية قارية وقشرة محيطية وهي صور حية. هنا نلاحظ أمامك أن العالم ينقسم إلى اليابس والماء. القشرة الأرضية هي القشرة التي نعيش عليها، القشرة التي نعيش عليها اليابس، القشرة التي نعيش عليها اليابس. وهناك أيضا البحار والمحيطات. أولا نأتي إلى القشرة الأرضية القارية وهو الجزء الذي نعيش عليه، الجزء الذي نعيش عليه. هنا مثل دولة قطر نلاحظ هنا القشرة الأرضية القارية. لكن الماء، هل أسفل الماء يوجد قشرة أرضية؟ نعم يوجد. قاع المحيط يسمى القشرة
الأرضية المحيطية، القشرة الأرضية المحيطينة المحيطية. هنا نلاحظ بلدية الوكرة، هنا تسمى القشرة الأرضية القارية، وما يقابلها من الخليج العربي يسمى القشرة المحيطية. وبالتالي لاحظنا أن هناك ما يسمى بالقشرة الأرضية المحيطية والقشرة الأرضية القارية. أريد أن أسألك سؤال وتركز فيه. هنا تكون قارة أفريقيا، ما بين قارة أفريقيا وقارة أمريكا الجنوبية يوجد المحيط الأطلنطي. نعم، يوجد المحيط الأطلنطي. قاع المحيط الأطلنطي هل يوجد قشرة أم لا؟ نعم، يوجد القشرة المحيطية. نرجع إلى درسنا. لاحظنا كما رأينا في جوجل إيرث أن القشرة القارية هي الطبقة التي نعيش عليها، وهي عبارة عن طبقة رقيقة كما قلنا، رقيقة السمك مقارنة بالطبقات الأخرى، وتنقسم إلى قشرة قارية وتسمى بالسيال، وقشرة محيطية وتسمى بالسيمة. القشرة القارية تتمثل في اليابس، نحن قلنا اليابس الذي نعيش عليه. أما القشرة المحيطية تتمثل في قاع المحيطات. القشرة القارية الصخور التي داخلها التي نعيش عليها هي صخور من النوع الجرانيتي، صخور جرانيتية. هذه الصخور خفيفة الوزن، لذلك فهي قليلة الكثافة. إذن هي من الصخور الجرانيتية خفيفة الوزن، لذلك فهي قليلة الكثافة. أما الأخرى فهي من الصخور البازلتية، وهي ثقيلة الوزن عكس القارية، لذلك فهي أعلى كثافة. وبالتالي نكون درسنا القشرة الأرضية تنقسم إلى قسمين، قشرة قارية وقشرة محيطية. دائما السؤال يأتي على هذا الشكل، قارن بين طبقتي كل من السيمة والسيال. نحن قلنا أن طبقة السيمة موجودة في المحيط، وطبقة السيال موجودة في اليابس أو القارات. وقلنا أن طبقة السيمة تتكون من صخور من البازل أو الصخور البازلتية، وهي أعلى كثافة، عكس طبقة السيال التي تتكون من الصخور الجرانيتية وهي قليلة الكثافة. وإلى هنا نكون قد انتهينا من الدرس الأول، وكون درسنا فيه مصادر المعلومات عن تركيب باطن الأرض، وقلنا أنها نأتي بهذه المعلومات من البراكين ومن الزلازل. البراكين تعطينا خصائص الطبقات. ثم درسنا القشرة الأرضية، وهي تنقسم إلى قشرة قارية اللي هي تسمى السيال، وتتمثل في اليابس، وهي مكونة من الصخور من الجرانيت وخفيفة الوزن وقليلة الكثافة. ودرسنا قشرة محيطية وتسمى استيمة، وتتمثل في قاع المحيطات، وتكون من صخور بازلتية، وهي ثقيلة الوزن فهي أعلى كثافة. إلى هنا نأتي إلى القيمة التي استفدناها من درسنا اليوم، وهو قول الله تعالى: أفلا يتدبرون أفلا يتفكرون. لاحظنا كيف أن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتدبر، فإذا تدبرنا في باطن الأرض وجدنا أن باطن الأرض يتكون من طبقات، وكل طبقة لها سمك مختلف عن الطبقة الأخرى، وكل طبقة لها درجة حرارة مختلفة عن الطبقة الأخرى كما سندرس، وكل طبقة تتكون من صخور مختلفة عن الطبقة الأخرى. إن دل هذا دل على عظيم صنع الله، وأن الله سبحانه وتعالى ما أعظمه على أن يخلق هذا الكون. فسبحان الله رب العالمين. إلى هنا نكون قد انتهينا من درسنا الأول، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.